تغيير ساعات العمل يعني صراحة هذا قرار يعتبر قاسي حيل على الموظفين، وحاولنا احنا سعينا كنقابة ان نوصل عند الإدارة ونتعاون معاها في حل هذه المشكلة، ولكن لم نجد اي تعاون مع الأسف يعني من النقابة، وكنا نتمنى مع الإدارة عفوا، كنا نتمنى انها تحط ايدها بيد النقابة وتمشي الامور مثل ما نحب يعني. وعندنا طبعا ساعات العمل 12 ساعة يعني يوميا يداوم الشخص 12 ساعة و24 ساعة عنده أوف، فهذه طبعا أتعبت الموظفين بشكل غير طبيعي. وعندنا طبعا الحرمان بعض الموظفين من الأعمال الممتازة بغير وجه حق يعني، من ناحية يعني يطلبون منهم عمل غير عملهم. مثلا عندنا قسم الرافعات طلبوا منهم اللي هم النظار انهم يصعدون على الكرين، وهذه ما تعتبر وظيفتهم، هم اشرافية وظيفتهم، واللي يصعد على الكرين عنده تأمين اللي هو المشغل عنده تأمين على الكرين وعنده أعمال الشاقة وهذا من حقه وعنده علاوة 100 دينار، وهذه ما هي من صف اللي هو النظار لأنهم مشرفين. فطلبنا منهم طبعا جبنا كتاب من ديوان الخدمة بوظيفتهم الإشرافية، وطلبنا من المؤسسة أنها تعطينا كتاب يثبت أنهم يصعدون الكرين، وطبعا رفضوا وصارت عليهم عقوبة ظالمة بالنسبة للموظفين، يعني حد قالوا أنهم يرفضون العمل ولكن ما حددوا نوع العمل.